الطبراني رحمه الله تعالى هنا يستجد في النقطه اضافيه، يقول بحسب اللغه والعرف والاستعمالات، نحن عندما نقول اذنت بحسب الاستعمالات العرفيه ماذا نستفيد من اذنت؟ ان الاذن يقع في رتبه رفع المانع لو في رتبه ايجاد المقتضي اي منهما. من الواضح عندما تقول أنا أذنت لك يعني المقتضي كان موجود، ولكن لكي يؤثر هذا المقتضي كان يتوقف على ماذا؟ على رفع المانع. فإذا جاء الإذن ارتفع المانع، أما إذا لم يأتي الإذن فالمانع موجود ويكون مانعا عن تأثير ذلك المقتضي في إيجاد المقتضى. صحيح لو لا؟ إذن يقول نستكشف من قوله إذن إلا من بعد أن يأذن أن الأشياء لها مقتضي في التأثير أو ليس لها مقتضي في التأثير. إذن النبي لكي يوجد المعجزة يتوقف على الإذن، يعني المقتضي موجود في نفس النبي أو ليس موجودا في نفس النبي. اذا النبي نفسه الشريفة مقتضية لايجاد الاعجاز، ولكن هذا المقتضي متى يؤثر اثره؟ اذا صاحبه الاذن، يعني اذا ارتفع المانع التكويني. فاذا ارتفع المانع التكويني عند ذلك يؤثر هذا المقتضي في ايجاد المقتضى والمسبب خارجا. اتدينقح الكبرى حتى يأتي في الفصل الرابع القرآن يثبت تأثيرا في نفوس الأنبياء في الخوارق، يقول من قوله الإذن نستكشف أن نفوس الأنبياء لها اقتضاء أو ليس لها اقتضاء. فإذا إيجاد المعجزة على يد النبي أمر اعتباري لو أمر تكويني يكون يعني لا يستطيع أي شخص أن يأتي بمعجزة، وإنما شخص خاص له مرتبة وجودية خاصة هو الذي يستطيع أن يأتي ماذا؟ بالمعجزة. بعد واضح المطلب ولا؟ الآن فقط الكبرى أخذوها. قال وفمن المعلوم أن الإذن إنما يستقيم معناه، مفهوم الإذن هذا معناه، إنما يستقيم معناه إذا كان هناك مانع من تصرف المأذون فيه، والمانع أيضا إنما يتصور فيما كان هناك مقتض موجود يمنع المانع عن تأثيره ويحول بينه وبين تصرفه. إذن عندما نقول أذن الحق الإذن يستبطل ماذا؟ يستبطل وجود مقتضي، وإلا إذا لم يكن هناك مقتضي لم يتحقق المقتضى بسبب عدم وجود الإذن وبسبب عدم وجود المقتضي. أنا أضرب لك مثال حتى يتضح المطلب أكثر. هذه الورقة لم تحترق بالنار. عدم الاحتراق بالنار يمكن أن يكون له أحد سببين أو أسباب. السبب الأول أحد عوامل، العامل الأول أنه لا توجد نار فلم تحترق. العامل الثاني وجدت النار ولم يتحقق الشرط التماس بين النار وبين الورق. العامل الثالث وجدت النار وتحقق الشرط ولكن كان هناك مانع وهو رطوبة الورقة، ابتلال الورقة بالماء. فلو فرضنا أن سبب أن عامل سبب عدم الاحتراق كان عدم وجود النار، هل يصح أن أعلل لأنه لا توجد لأنه وجدت الرطوبة أو لا يصح؟ لماذا؟ باعتبار أن ذاك السبب أسبق من هذه الأسباب. هذه الورقة لم تحترق بالنار، أسألك لماذا؟ تقول أنها كانت مبتلة. أقول كانت النار موجودة؟ تقول لا النار ما كانت موجودة. أقول لا، لا تقول لأنها مبتلة، قل لأن النار ماذا؟ غير موجود. ما أدري واضح ولا؟ الآن عندما نقول أن هذا المسبب لم يتحقق نسأل لماذا؟ نقول لعدم وجود الإذن الإلهي. هذا متى نقول لعدم وجود الإذن الإلهي؟ إذا كان المقتضي موجود. أما إذا لم يكن المقتضي موجود نقول لم يوجد المسبب لعدم وجود المقتضي.
لأن الإذن في مرتبة ماذا؟ في مرتبة المانع. فوجود الإذن رافع للمانع، وعدم الإذن ما هو؟ ها؟ وجود للمانع. فإذا لم يكن المقتضي في نفسه موجودا لا معنى لأن نعلل عدم تحقق المسبب بعدم وجود الإذن، بل بعدم وجود ماذا؟ المقتضي في نفسه. ما أدري واضح هذه النقطة ولا؟ فلهذا يقول السيد الطبراني رحمة الله تعالى عليه، قال والمانع أيضا إنما يتصور فيما كان هناك مقتض موجود يمنع المانع عن تأثير ذلك المقتضي، ويحول المانع بين ذلك المقتضي وبين التصرف الذي يترتب على ذلك المقتضي. فقد بان إلى هنا أن في كل سبب، مو في كل السبب، صحيح هو العبارة، فقد بان أن في كل سبب مبدأ مقتضيا مؤثرا، ولكن مؤثريته بنحو الاستقلال أو لا بنحو الاستقلال، لا بنحو الاستقلال. متى يؤثر ذلك المبدأ؟ إذا انضم إليه ماذا؟ السبب الإلهي. فقد بان أن في كل سبب مبدأ مؤثرا مقتضيا للتأثير به يؤثر في مسببه، ولكنه بنحو الاستقلال أو لا بنحو الاستقلال، لا بنحو الاستقلال. فإذا انضم إليه الشرط أو ارتفع المانع عند ذلك يؤثر السبب في إيجاد المسبب، والأمر مع ذلك لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا التحليل اللي حللناه من الناحية القرآنية، ولكن هناك رواية أيضا ينقلها السيد الطبراني رحمة الله تعالى عليه في هذا الجزء الأول صفحة 101. الرواية قيمة بهذا المجال. الرواية في الاحتجاج فيما سأله عباية بن ربيعة الأسدي عن أمير المؤمنين علي في معنى الاستطاعة، فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه، التفتوا للسؤال جيدا، هذه الاستطاعة التي بها تستطيع أن توجد الأشياء في خارجا، تملكها من دون الله أو تملكها مع الله، أي منهما؟ أنت مستطيع على أن ترفع هذا الإناء من الماء لتشربه، فهذه الاستطاعة أنت مالك لها، هذه القدرة أنت مالك لها، مالك أو ليس بمالك، بالوجدان أنا مالك أني أرفعه، فهذا ملكك من دون الله أو مع الله؟ مع الله يكون شركا لك، من دون الله يكون تفويضا، مع الله يكون ماذا؟ شركا. يقول فسكت عباية لأنه يعلم إذا قال مع الله يكون شركا، يقول من دون الله يكون ماذا؟ يكون استقلالا وتفويضا. فقال له قل يا عباية، ليش ما تجيب؟ قال وما أقول يا أمير المؤمنين سلام الله عليه، وما أقول، أعلم بأنه بهذا الطرف أقول به إشكال بذاك الطرف. هذول اللي يتصورون بأنه عهد أمير المؤمنين لا كان بي علم كلام، لا كان بي فلسفة، وهذول تفضلوا هذه الأسئلة هذه يعني إلا يعنونوها أصالة الوجود وأصالة المعية حتى تصير فلسفة وعلم كلام. معناه أن هذه المطالب كانت مطروحة في الصدر الأول من الإسلام أو لم تكن مطروحة، وهذا معناه مطروحة في ذاك الزمن. قال وما أقول يا أمير المؤمنين؟ قال تقول تملكها بالله، لا مع الله ولا من دون الله. التفتوا للعبارة، قال تملكها بالله الذي يملكها من دونك، هو يملكها قبل أن تملكها، لأنه ماذا؟ يحول بين المرء، فأنت مالك وهو مالك، ولكن ملكيتك في عرض ملكيته أو في طول ملكيته، هو يملكها أولا وبالذات، وأنت تملكها بتمليكه سبحانه وتعالى. قال تملكها بالله
الذي يملكها من دونك فإن ملككها كان ذلك من عطائه، وإن سلبكها كان ذلك من بلائه، وهو المالك لما ملكك والقادر على ما عليه أقدارك. لأتبادر إلى ذهنك إذا أنت ملكت تكون شريكا له سبحانه وتعالى، تكون مستقلا عنه سبحانه وتعالى. فلهذا أنت تجد القرآن الكريم لا يقول الحق مع الله، يقول الحق من ربك. نعم علي مع الحق والحق مع علي، ولكن الله مع الحق لو الحق منه وإلا إذا قلنا الحق مع الله والله مع الحق، إذا قلنا ماذا؟ بالشرك من حيث لا نشعر، لأنه أكو مع الله شيء يقاس إليه. الحق من ربك. من هذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الجملة من غرر الآيات القرآنية، أنه لم يعبر الحق مع الله. نعم عندما يأتي إلى الصائل يأتي إلى مقام الإمامة العظمى الحق معه، ولكنه عندما يأتي إلى الله بعد ما إلى معنى معه، لا يوجد معه أحد حتى لو كان حقا، الحق منه لأنه معه. هنا أيضا في التمليك أيضا كذلك، لا يتبادر إلى ذهنك أنه إذا أنت ملكت شيئا فقد خرجت عن قبضته سبحانه وتعالى، صرت مستقلا في التأثير، صرت مفوضا، صرت شريكا. لا، ليس الأمر كذلك، بل كله بإذنه سبحانه وتعالى، والحمد لله.